قالوا كيف تخشع في صلاتك؟ قال اذا كبرت الله اكبر اتذكر ان الله امامي. اثنين، اتخيل الجنة على يمين، الرسول فيها، الانبياء، صحابة، النعيم، وان النار عن يسارك، فيها عذاب مقيم وفيها زقوم، وان ملك الموت خلفي ينتظرني بس اما في الصلاة يقبض روحي ولا بعدها، وان الصراط تحت قدمي. صلوا صلاة قد تكون الاخيرة او قد تكون هي المقبولة.